يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد السبت الموافق 23 من شهر فبراير الحالي، متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 24 إلى 25 من شهر فبراير، تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. رافقت العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال.